لكن وما الفتوى نستوعب الشرعية، هذه الأيام. الفتوى الشرعية في هذه المسألة ممكن أسمعها من حضرتك يعني ده الأمور؟ بالنسبة للسحر وللشعوذة أجمع العلماء على أن من يعمل في هذا المجال فهو كافر ويقتل. هو بيقول لك أنا مش ساحر، أنا راجل بقرأ قرآن و هناك طلاسم موجودة ويستخدم مرجان في هذه الأمور، وهناك طلاسم معلومة لديه، فهو بذلك دجال. طيب عموما أنا طبعا أنا تشرفت بوجود حضرتك معايا، شرف لنا يا وكنت أستاذنا، ربنا الله يبارك فيك يكرمك، ويحفظك. ربنا يكرمك. احنا بس هو هدفنا يا شيخ أشرف وحضرتك موجود معانا على نعم الهواء، هو هدفنا ان احنا بس بنحاول نقرب المسافة الى الناس ونفهمهم ايه صحة الامر وايه خطأه وازاي نتعامل مع هذه المشاهد، لان في ناس تقول لك انا رحت، معلش يعني تقول لك انا رحت والله ده ايده زي البركة، ده حط ايده على الواد، الواد كان يعني بقى زي الفل. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهانة وهي نوع من انواع السحر، وقالوا يا رسول الله يحدثنا احيانا بشيء فنجده حقا. ايوه بعض الناس يحدثوك بالاشياء، يقول لك انت عاوز تعرف ده فلان عمل لك كذا وفلان عمل لك كذا وفلان سوى لك كذا. فاتوا الناس يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم احيانا بالشيء فيقول حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمه يحطها الجني فيقرها في اذن وليه قر الدجاج. يعني هو برضه مستعين بالجن برضه. فيها اكثر من 100 كذبه. نعم نعم نعم. هذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم مراهقة. نعم.